السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد كالعادة. اليوم كنت في السوق، أنا مشي عملت دورة في السوق وجيت وصلت لهنا، لفتت انتباهي هذه السيارة، لقيتها عجبني الشكل تاعها، سيارة سمارت تبع المرسيدس. سيارة سمارت، هذه السيارة إلكتريك كهربائية، شوف حتى لونها ممتاز. الرقم مش موجود. سيارة كهربائية ملائمة جدا للنساء. هذه السيارة مصنوعة للمدن، ليست للأرياف ولا المناطق الداخلية ولا المناطق الجبال، المناطق الوعرة. سيارة مصنوعة للمدن، يعني تمشيها في المدينة. شوف المفتاح تاعها وين جاي، شوف اوتوماتيك اوتو، شوف البطارية تاعها مش مشحونة. سهلة انك تركنها في اي مكان، تحطها في اي مكان، حتى في المطبخ، يعني لو امرأة تقدر تحطها حتى في مطبخها لو كان مطبخها شوية كبير. سرعتها القصوى 140. يقول لك تمشي هذه السيارة، يعني تشحنها شحنة واحدة تبقى لك حوالي دقيقة، نسيت الشحنة الوحدة تحت تشد لك حوالي 100 كيلومتر، يعني تشحنها مرة شحنة كاملة فول تبقى لك حوالي 100 كيلو. اسمها سمارت. مناسبة جدا للنساء. سعرها ما قدرش نعرف سعرها، الشخص البائع تاعها ولا الاونر تاعها ما خلاليش رقم الهاتف. شوف العجلة تاعها الامامية صغيرة، الخلفية شوف العجلة الخلفية كبيرة. فيها مقعدين فقط، two places، مقعد للسائق ومقعد اللي معه، يعني سيارة مناسبة جدا خاصة للنساء. أنا تبان لي كأنها مناسبة للنساء. شوفوا سيارة أخرى هناك، سيارة رينو صغيرة في الجانب الآخر. هذه السيارة الثانية، رينو تويزي. شوف الابواب تاعها ما شاء الله، الابواب تاعها عجبوني الشكل تاع الباب، كيف عامل، يعني تنزل تطلع وتنزل. بس اوكي، سيارة كامل فولي الكتريك كهربائية سنة 2017. هاي المعلومات الخاصة بالسيارة، مصنوعة في إسبانيا، ميد إن سبين. شوف السيارة ملائمة جدا أصلا هي مصنوعة للمدن وملائمة جدا للنساء. هذا المكان للمرأة وهذا المكان ممكن يكون للبيبي. مكان صغير هنا بالداخل، أو ممكن تحط أغراض هنا. سيارة أوتوماتيك، راهي في الشحن 18%، راهي شحنها صاحبها. هذيك المفتاح تاعها، سيارة أوتو. شوف طريقة
تشحن عالي بالكهرباء. هذه ثمنها كم اخي؟ ثمن والله لا اعرف. ما تعرف؟ الله يعجبتني، لكن مشكلتهم انه ما حطوا لها الاسعار، السعر ما حطوه. سيارة جميلة جدا، مناسبة جدا للنساء. شكرا، الله يعينكم. اوكي، كانت هذه جولة صغيرة فقط خفيفة اليوم في هذا السوق. عجبوني هذه السيارات، سيارتين اثنين، قلت نحطهم في فيكم، نحطهم في القناة. طبعا السيارة اللي تحبوها ولا معلومات اللي تحبوها حول السيارات اكتبوا لنا في التعليقات ان شاء الله، راح نزيد نشوفوا سيارات اخرى في هذا السوق، سوق إنشون. Thank you.